اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من نهارك سعيد، والنهارده هنعمل تمرين رجل ويا رب يعجبكم. هنبدا بنحط ايدينا قدامنا وبننزل 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8، يبقى بننزل في 8 وبنطلع في 8، بننزل في 8 وبنطلع في 8. اهم حاجه في التمرين ده ان وانت نازل تخلي بالك من ركبتك، ما تعديش مشط رجلك عشان ما يجيلكش ميه على الركبه. هو تمرين سهل جدا بس في ناس ممكن تعمله غلط فممكن يأذيهم. فهنفتح رجلينا وهننزل ركبتنا ما تعديش مشط رجلينا. 1 2 انا بص على ركبتي 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8، وده بيشغل لك الكوادريسبس والبات وعضله السمانه، يعني بيشغل عضلات الرجل تقريبا كلها. فتاني 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنثبت 8 وهنقوم 7 8، هناخد ستيب قدام، خطوه لقدام، وهننزل نشد عضلات رجلينا كلها اللي ورا. فهننزل بالراحه بالراحه بالراحه، كل العضلات بتاعه الرجل اللي هي اللي قدام بتبقى مشدوده، وبطلع وبغير رجلي الثانيه وبنزل عليها بالراحه. بعد كده بقفل، بطلع واحده واحده، هعمل حركه ثانيه وهي لعضله السمانه، وهنشوف الرجل بقف رجلي متزف جنب بعضها، بطلع بالراحة بثبت فوق، بنزل 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى بطلع برضو في 8 وبنزل في 8 وهطلع تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. اهم حاجة في التمرين ده ان انت تبقى ماسك عضلات بطنك، عضلات البوبو وعضلات رجليك، ودايما تبقى شادد نفسك لفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8، بثبت 8 تانية فوق وبنزل 1 2 3 4 5 6 7 8، هطلع تاني 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. على فكرة عضلة السمانة من العضلات المهمة جدا، ولو عضلة السمانة كويسة بيبقى صحة القلب كويسة، بيبقى ضخ الدم بيبقى أكتر. فهنشوف تمرين تاني برضو للرجل، بمسك رجل واحدة وبنط 2 2 3 4 5 6 7 8، أغير 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. على فكرة التمرين ده مش بس بيعمل عضلة الرجل كويسة، لا بيحرق كمان كالوريز عالية. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة من نهارك سعيد، واشوفكم في حلقة جديدة.